قال رحمه الله: من خاف فأمن في صلاته انتقل وبلى. نعم، يعني إنسان صلى آمنا وفي أثناء الصلاة قالوا له العدو وصل، يحولها صلاة خوف، والعكس صحيح. إذا كان يصلي صلاة الخوف قالوا له ذهب العدو، مات العدو، الأسد اللي جاينا أو الكلب العقور أو كذا انصرف، يحولها صلاة عادية وهكذا. يعني ممكن يحول من خوف إلى أمن ومن أمن إلى خوف بحسب الظروف التي هو فيها. نعم، سام ويبني على يكمل. اي نعم.